السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بداية النادي الأهلي والمدير الفني الجديد اللي هو يعني الخبر الأكثر سخونة على الساحة الرياضية حاليا. كل الناس بتضرب أخماس في أسداس زي ما بيقولوا يعني، ومحدش عارف مين المدرب الجديد للنادي الأهلي. لكن النهاردة مدير التعاقدات أمير توفيق سافر إلى أوروبا، في كلام بيقول إن واجهته إلى ألمانيا للتعاقد مع المدير الفني الجديد للنادي الأهلي. كلمنا امبارح وقلنا إن كان في فيديو كونفرانس وكان في مترجم برتغالي، مش عارفين قلت جنسيته امبارح، ممكن تكون برازيلي أو ممكن يكون برتغالي. لكن على ما يبدو يعني النادي الاهلي دايما بيفاجئنا. زي ما قلت حضراتكم النهارده امير توفيق مسافر لالمانيا، ولجنه الكوره او لجنه التخطيط بالنادي الاهلي حطت ثلاث اسماء او رصدت ثلاث مدربين. يعني لو ما لم يوفقوا في التعاقد مع الاول يبقى الثاني، يبقى رصدوا ثلاث مدربين استقروا عليهم يعني. وامير توفيق راح النهارده في كلام على انه اتجاهه لالمانيا عشان يتفاوض مع المدرب الجديد للنادي الاهلي، ربما يكون ألماني أو جنسيته أي جنسية تانية، بيشتغل بيدرب في ألمانيا أو عايش في ألمانيا. لكن تعالوا نشوف إيه التقرير أو إيه لجنة التخطيط استقرت على الثلاث مدربين إزاي، وإيه دور الكابتن محمود الخطيب في المدرب الجديد. قال لك استقرت لجنة التخطيط للكرة أو لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل على ثلاثة مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة لاختيار أحدهما لتولي المسؤولية الفنية لفريق الكرة بالأهلي خلال الفترة القادمة. جاء اختيار اللجنة لهذا الثلاثي في ضوء عوامل رئيسية أبرزها إنجازات المدرب، حقق بطولات إيه مع الفرق التي تولى مسؤوليتها، وبصمته على الأداء، هل لما جه غير أداء أو شكل الفرقة للأفضل، والاستقرار في مكان عمله، هل بيقعد سنين في مكان عمله ولا بمجرد بيقعد شهر شهرين ست شهور ويمشي، وحرصه على ذلك، حرصه إن هو يكمل ويفضل في شغله، وحرصه على تطوير أداء الفرق اللي بيمسكها، مقاوماته الشخصية، هل هو قوي الشخصية؟ هل هو ضعيف الشخصية؟ بيقدر يسيطر على اللعيبة؟ بيقدرش يسيطر على اللعيبة؟ وطموحه الدائم لتحقيق الأفضل، مش زي أخينا لاسارت اللي كان ماسك النادي الأهلي وكل شوية يقول لك إيه أنا جبت لكم الدوري، وكان كأن أقصى طموحه إن هو الدوري، ما يعرفش إنه بيدرب نادي كبير زي النادي الأهلي. لما بيخش أي بطولات أو كل البطولات اللي بيدخلها عايز يستحوذ على كل البطولات اللي بيدخلها. وكثفت اللجنة مفاوضاتها مع الثلاثي المشار إليه لمعرفة شروط التعاقد وإبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن. وزي ما قلت لكم النهاردة أمير توفيق سافر على أن يتم عرض الملف كاملا من خلال اللجنة على الكابتن محمود الخطيب. يعني اللجنة هي اللي حددت وهي اختارت وهي قالت عندنا ثلاث مدربين هم دول اللي احنا استقرينا عليهم ودول اللي احنا هنتفاوض معاهم، يقعدوا بقى مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اللي منح ليهم كافة الصلاحيات لاختيار المدير الفني. في ناس هنا تقول لك أصل الخطيب هو اللي جاب، أصل الخطيب هو اللي عمل، الخطيب لازم يمشي. لا، زي ما انتوا عارفين خلاص، اعتقد ان جماهير النادي الاهلي بقت عارفه الاداء بيمشي ازاي في النادي الاهلي، مش محتاجين ان احنا نكرر كلامنا باستمرار. الراجل بيدي صلاحيات للجنه ناس خبراء في الكوره، ناس بتفهم كوره، ناس لعبت كوره، ناس دماغها كلها كوره، ناس بتطور كوره زي الشيخ طه اسماعيل ومعاه خالد بيبو ومعاها الكابتن زكريا ناصر. الكابتن الخطيب مجرد مشرف عام على الكوره، بيشوف طلبات الفرقه، ناقصهم ايه، يذلل لهم عقبات، مش عارف ايه الكلام ده كله. وموضوع المدير الفني لجنه الكره بتاخد قرار، هو بياخد منهم، بيعرض على مجلس الاداره، مجلس الاداره مش كابتن خطيب، مش معنى لا في قرارات حاسبه الكابتن محمود الخطيب بياخدها، مش بيقول ان هو بس مجرد مشرف عام على الكره، ده رئيس النادي الاهلي يا جماعه. لكن برضه ما نحملوش. وبعدين النادي الاهلي شغل الداخل، النادي الاهلي شغل مؤسسي مش شغل افراد زي ما نشوف في انديه ثانيه. قال لك ايه؟ والذي منح لجنة التخطيط كافة الكابتن محمود الخطيب كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والإفريقي والقاري. وهذا وقطعت اللجنة شوطا كبيرا في المفاوضات لتقليص عامل الوقت، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الأمر خلال الفترة المقبلة. ده بالنسبة للنادي الأهلي والمدير الفني الجديد. في كلام على أنه ممكن يكون ألماني، يعني أمير توفيق رايح ألمانيا يتعاقد مع المدير الفني اللي هو رايح له داخل وبركه، لم يتعاقد معاه يبقى هيرجع تاني للمدير الفني في اسبانيا، في مدير فني في اسبانيا، وقال لك الثالث مدير فني في اليونان. ده اللي هنشوف يعني، برضه دي كلها الاماكن او الرايحه، يعني كل دي اجتهادات برضه، ما فيش حاجه اكيده يعني. هنا
في الخبر ده منشور على الموقع الرسمي للنادي الاهلي، موضوع انما جنسيات المدربين او اسماء المدربين، هم قالك استقروا على 3. الـ3 بقى كل دي اجتهادات شخصيه. طب هو سافر في جيل، طب راح لالمانيا ممكن يكون مدرب الماني، طب بعد كده هيطلع، كل دي اجتهادات. ده بالنسبه لموضوع النادي الاهلي. برضه بالنسبه لموضوع اللجنه المؤقته وعمرو الجنايني، والله في كلام كتير جدا وبدايات، يعني انا اتفائلت، واحد الناس كنت اتفائلت بعمرو الجنايني لما عمل المؤتمر الصحفي واتكلموا وقال لك فيه فار من اول الدور الثاني، فيه مفيش محاباه للاهلي ولا زمالك، وانا هنا شغلي راجل اداري وماليش علاقه بره، انت ما تحاسبنيش على زملكاويتي. يعني احسن دليل للجماعه الزملكاويه برضه الجمله دي للزملكاويه، يعني الدليل على كده ما هو الكابتن محمد حسن حلمي رئيس نادي الزمالك، كان في نفس الوقت رئيس نادي الزمالك ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وانتخبه واداله صوته الكابتن صالح سليم. ده برضه للجماعه الزمالكاويه يقول لك النادي الاهلي عندهم عقده زمان، لا، راجل رئيس نادي الاهلي ادى الراجل صوته، يعني مفيش اي مشكله، مفيش اي. فالنادي الاهلي ما بيعيش المؤامره، النادي الاهلي بس بيتخوف، مش زي انتوا بقى كل الناس بتتآمر، لا، وتخوفنا مشروع بما انه صفحاته على السوشيال ميديا بنشوف شكلها عامله ازاي عمرو الجنايني. فانا كنت تفائلت خير لما قال عمرو الجنايني ان القصه دي منتهيه، يعني قصه المحاباه ومفيش تاجيل مباريات والدوري هيمشي زي الساعه وتظبط عليه الساعه وفار ومش فار، وقال لك في لجان الخبراء اجانب هيمسكوا اللجان، يعني هنمشي زي هتبقى زي الفل. يعني امبارح ابتدت بكلام خالد الغندور، ندعت زي ما بيقولوا بكلام خالد الغندور ان في يعني في اتجاه الى تاجيل مباراه يعني السوبر المصري، لان الزمالك عنده مباراه يوم 15 والاهلي هيبقى مريح، وكانه تغافل ان الاهلي مشارك في نفس البطوله. فالنهارده كلام السوبر هيتاجل، والنهارده طلع كلام على ان الدوري بالكامل هيتاجل لبدايه شهر اكتوبر. طب هيمشي منتظم ازاي؟ يعني زي ما بيقولوا حضراتكم بدايه غير مبشره. انت النهارده قلت هنمشي مظبوطين والكلام، ما هو الوقت اللي انت هتستقطعه من بدايه الموسم هتمده في نهايه الموسم، يعني لو كنت هتخلص في 5 لا هنخلص في 6، وانا ايه ما استغل ال 13 يوم. انا النادي كمان الاهلي ما عنديش اي التزامات، انت كزمالك ما فيش اي التزامات بالنسبه لك، كاس مصر هيخلص خلال 10 ايام وهتلعب مباراه في افريقيا، ايه بقى المشكله؟ ما تلعب. احنا لازم ندي الزمالك فتره ريلاكس كده ويريحوا اعضائهم، بدايه غير مبشره. يعني برضه بمناسبه الزمالك والكلام عن الزمالك واللي كان بيتكلم فيه خالد غندور امبارح، زي ما قلت لحضراتكم لك احقاقا للحق، وراجل يعرف الحق، يعني في الحق لو ذكر الحق ذكر خالد الغندور. فخالد الغندور بما انه يعني اسمه مرتبط بالحق ده بيقول لك احقاقا للحق، بيتروجيت مع حق يعني في القضيه اللي هم كسبوها لجنه التسويه والمنازعات اللي قالت الغاء الهبوط قبلت الموضوع شكلا، لكن لسه الموضوع بقى هيتناقشوا فيه ولسه هيتم فيه بت في القرار، في هيتم بت في القرار، قرار للبت في الموضوع. يعني خالد غندور قال لك بتروجيت مع حق، اشمعنى هو قال لك مش هلعبوا الاهلي، قال مش هلعب، اشمعنى اجلوا الاهلي ما اجلوش بتروجيت؟ طب ما الزمالك قال ما في معاهم، الاهلي قال مش هلعب، الزمالك قال مش هلعب، وبتروجيت قال لك مش هلعب، خلوا بتروجيت لعب، وعلى الرغم ان بتروجيت كان متضامن مع النادي الاهلي قال لك مش هلعب غير لما تحط لي تكافؤ الفرص وتحط لي الجدول المباريات الاخيره كلها مع بعض وننهي قبل افريقيا. الزمالك حلف بالطلاق مرتضى منصور، لا هو ذاكر الاهلي وبتروجيت، لكن الزمالك لا. وقال لك يعني كان بيسال نفسه امبارح الراجل خبير اللي واقع يقول له ايه، طب هل معنى الغاء الهبوط الغاء بطوله الدوري وسحب اللقب الدوري الموسم ده؟ الراجل اللي مخه على قده مش فاهم، يمكن عن جهل. ما هو لو استاذ خالد غندور والى كل واحد زملكاوي محترم بيسمعني دلوقتي، لو النادي الاهلي انا ما عنديش مانع يا عم، يا ريت يقول لك الغاء بطوله الدوري الموسم ده. طب ايه اللي هيتم؟ ايه بقى العواقب اللي هتتم؟ هنسحب الدوري من الاهلي والدوري ده كان لم يكن. طب ايه اللي هيتم بقى بطولات افريقيا يا حلوين؟ اللي هيتم بطوله افريقيا الاهلي هيشارك بطوله افريقيا زي ما هو، اسم الزمالك هيطلع من بطوله افريقيا لانه كان السنه اللي فاتت كان ثالث او رابع، المركز الثاني كان من حق الاسماعيلي الموسم اللي فات، يبقى الاسماعيلي هيشارك بطوله افريقيا الموسم ده، الزمالك يرجع كونفدراليه محلك سر. ايه رايك يا عم خالد نعمل يعني نبدل؟ يعني ايه رايك انت عايز تسحب الدوري من ما نسحب اسحب الدوري مننا وانت خش على الكونفدراليه ودخل الاسماعيلي واطلع بقى من انت هتموت على توصل لكاس العالم، ايه رايك نلغي؟ ما نلغي يا عم. ده سريعا بسبب خالد غندور وتاجيل عمرو الجنايني وموضوع برضه موضوع طارق حامد. امبارح كان في كلام كده عن طارق حامد ومشاكل في نادي الزمالك بسبب طارق حامد على غرار ازمه الكهرباء، مش الهروب لا،
ازمه الكهرباء، خصوصا انه كان اتوعد انه ياخد يتعدى العقد وياخد مكافاه. يعني لما جه التركي آل الشيخ بيعمل بيرمس كان عايز طارق حامد وقال له تعالى هديك 15 مليون، لكن هو الزمالك قال لك هنراضيك وهو قاعد مع الزمالك، فمن وقتها لم تحدث طرديه لطارق حامد. فده سبب غياب طارق حامد عن المباريتين بتوع ديكيلاها الصومالي في دوري ابطال افريقيا. لكن الزمالك طبعا بينفي وقال لك ان هو بياخد راحه والكلام ده كله، هنشوف مع الوقت الدنيا تمشي ازاي، هل اللعب هيتذمر. وطارق حامد من النوع اللي مش بيسيب حقه، يعني تديني قبلني تجدني، ما عاد تديني فلوسي اشتغل معاك تمام، ما تدينيش فلوسي حالتي النفسيه تبقى بتاعه ما بقاش مظبوط. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لاول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.